إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين نجوم الهدى أمناؤه في دعوته وقادة ألويته ووزراؤه في دولته وأوصياؤه في أمته إرغاما لمن رفض وافتدى اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل اللهم إنا نعوذ بك من التكلف فيما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب فيما نحسن عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وأحثكم وإياي لطاعته اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات ونصرته بالذي هو خير قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب للذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الإخوة الكرام صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره وضع رجله على أول درجة فقال آمين صعد على الدرجة الثانية فقال آمين صعد على الدرجة الثالثة فقال آمين ما فهم الصحابة شيئا فلما انتهت الصلاة والخطبة قالوا يا رسول الله على ما أمنت فقال جاءني جبريل فقال لي هذا أخطر حديث في الخطبة جاءني جبريل فقال لي خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له إن لم يغفر له فمتى رمضان شهر التوبة شهر الصيام شهر التراويح شهر الفجر في المسجد خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له إن لم يغفر له فمتى هذا الشهر شهر التوبة شهر القرب شهر الحب شهر الصلاة شهر القرآن شهر العبادة والله لا يوجد مانع أن تلغي العادات التي ألفها الناس في السهرات والولائم كل يوم في رمضان اجعلها بعد رمضان اجعل هذه اللقاءات بعد رمضان اجعل هذا الشهر شهر عبادة تصلي المغرب تأكل أكلا معتدلا تهيئ نفسك للتراويح حاول أن تكون مع الله في التراويح أتمنى والكلام دقيق أكثر الناس عندما يأتي رمضان يعبدون الله ويستقيمون فإن انتهى عادوا إلى ما كانوا عليه جاء رمضان الثاني صعد ثم هبط لم يستفد شيئا تصور أن رمضان درجا صعد وصل إلى إنجازات تابع طوال العام جاء رمضان الثاني تابع صعد وتابع صعود ولا يوجد نزول هناك صعود وصعود هكذا أراد الله من رمضان كل شهر تعمل قفزة نوعية تتابعها طول العام أي صليت الفجر 30 يوما في الجامع بعد رمضان تتابع صلاة الفجر في المسجد صليت العشاء في المسجد بعد انتهاء رمضان تتابع الصلاة في المسجد لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح كما رواه أحمد من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل كما في سنن ابن ماجه من صلى العشاء في جماعة فهو كمن قام نصف الليل كما رواه مسلم إن صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فأنت مغطى اليوم بأكمله ليلا ونهارا بحفظ الله تعالى شيء آخر النبي عليه الصلاة والسلام
كان يأكل 3 تمرات قبل أن يفطر ويصلي المغرب، ويأكل الشيء الذي لا يصدق أن سكر التمر أسرع سكر على الإطلاق، ينتقل من الفم إلى الدم ب10 دقائق. فإذا أكلت 3 تمرات وصل سكرها إلى مركز الشبع في الدماغ. بعد أكل 3 تمرات ومضى 10 دقائق واتصلت المغرب، تشعر أنك شبعان فتأكل باعتدال. الإنسان متى يشبع؟ بهذا حالتين. الحالة الأولى وهي سيئة جدا حتى تمتلئ المعدة، ويشبع إذا تنبه مركز الشبع بالدماغ. فإذا بدأت بالتمرات 3 وأكلتها وصل سكرها إلى مركز الشبع بالدماغ، تقدم للطعام باعتدال كوجبة عادية في النهار. والأصل أن تأكل الفاكهة قبل الطعام، والدليل وفاكهة مما يتخيرون ولحم الطير مما يشتهون. جرب أن تكون هذه عادة دائمة، أن تأكل بعد الطعام تفاحة كلها قبل الطعام، وانتظر تأكل باعتدال رائع جدا. لا يوجد جوع شديد لأن مركز الشبع تنبه بسكر الفواكه. سكر الفواكه أسرع السكريات وصولا إلى الدم، من الفم إلى الدم ب10 دقائق. إذا كان في الدم سكر وصل هذا السكر إلى مركز الشبع فتنتبه. من علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام الصحية ليست من اجتهاده ولا من معطيات عصره ولا من بيئته ولا من اختراعه، إن هي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عود نفسك طوال السنة أن تأكل قطعة الفاكهة قبل الطعام، وجرب تأكل باعتدال تشبع قبل أن تشبع. شيء آخر، الزكاة على الأغنياء، لكن الله عز وجل فرض في رمضان زكاة الفطر على من يملك قوت يومه. الذي عنده وجبة طعام واحدة عليه زكاة الفطر. أراد الله عز وجل أن يذوق الفقير طعم الإنفاق، كما أنه أراد من الغني أن يذوق من حالة الجوع، أراد من الفقير أن يذوق في العام كله مرة واحدة طعم الإنفاق. عليك زكاة الفطر، والصيام لا يرفع إلى الله إلا بتأدية زكاة الفطر، وتجب على كل إنسان عنده وجبة طعام واحدة. فزكاة الفطر أراد الله منها أن تذوق طعم الإنفاق. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. من قام رمضان أي صلى التراويح إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. In the name of Allah, the most gracious, most merciful. Dear brother, Ramadan lessons are related to this month, and Ramadan is the month of the fasting, which is the second largest act of worship in Islam. It is an intensive course that lasts for 30 days so that Allah may forgive us for the sins we have committed before the Ramadan. Once a Bedouin came to the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, and said, O Messenger of Allah, advise me, but don't make it too long. The Prophet said, say, believe in Allah, then stand firm on his orders. The Bedouin said, I want something easier than this. It is too hard. The Prophet said, then prepare yourself for trials. These accurated words mean that if you do not want to follow Allah's orders, then get ready to afflictions. There is no stumbling, twitching in a wind, or scratching by thorn except because of your sins.
and sins that are forgiven by Allah are more than that. Another Bedouin came to the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, and said, O Messenger of Allah, advise me and do not elaborate. The Prophet reauthored to him the ayah, then shall anyone who has done an atom's weight of good see it, and anyone who has done an atom's weight of evil shall see it. The Bedouin said, it is enough for me. Then the Prophet, peace be upon him, said, this man shows comprehensive understanding, which means he became a faqih, a scholar of fiqh. Condemnation for the accepting of the rites of adoration. Dear brother, what is important is that Allah the Almighty accepts your righteous deeds. Release acts of adoration such as fasting, salat and hajj are not considered adequate or accepted unless your dealings with other people are correct. And the proof of that is that the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, do you know who bankrupt are? They said, the one without money or properties is bankrupt. So the Prophet said, the bankrupt are those from my nation, my ummah, who will come on day of resurrection with salat, fasting, and zakat, but also with insulting, slandering, consuming wealth, shedding blood, and beating share. They, the abused, will each be given from his, the absurd, good deeds. If his good deeds run out before the scores is settled, their bad deeds of the abused will be cast upon him. Then he will be thrown to the fire. Praise be to Allah, the Lord of creation. Ayyuhal ikhwa al-kiram, hasabu anfusakum qablan tuhasabu. وصلوا ما بينكم وبين ربكم تصعدوا وعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ هدرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أطبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في جميع أنعامنا اللهم اغفر أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لنا ما قد مضى واعصمنا فيما بقي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بذكر الله أكبر.